السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناة رؤية. النهاردة في الفيديو بتاعنا هنتكلم ان شاء الله عن الفرق ما بين الثلاث اصدارات الخاصين ببلايستيشن 3، وهما ثلاث اصدارات بس. لا يعني بلايستيشن 3 مفيش منه غير ثلاث انواع بس في السوق، وهنتكلم عنهم النهاردة وهنوضح الفرق والمواصفات بتاع كل اصدار كل نوع، وافضل اصدار او افضل نوع من بلاي ستيشن 3 لو انا حبيت افكر اشتري بلاي ستيشن 3. بس قبل ما نبتدي كلام، عايزين الناس اللي بتتفرج علينا يا ريت تنزل تشترك في القناة وتدوس لايك للفيديو. نبتدي الفيديو بتاعنا. احنا عندنا ثلاث اصدارات شركة سوني نزلتهم للبلاي ستيشن 3. اول اصدار بلاي ستيشن 3 فات، البلاي ستيشن 3 فات اللي هو قدامنا دوت. البلاي ستيشن 3 فات دوت نزل في 2006، شركة سوني نزلته في 2006. كان المساحات الهارد ديسك بتاعه 80 جيجا 50 جيجا، ما تتراوح في الحدود دي. وتوقف اصداره وتصنيعه في 2009، يعني قعد 3 سنين بس في السوق. ليه بقى؟ شركة سوني اكتشفت ان في عيوب في الاصدار دوت، عيوب كتير قوي. منها البروسيسور بتاعه بيسخن، جهاز بيسخن، بينور لمبة صفراء وبيفصل، الالعاب الشغل بطيئة جدا، المروحة بتعمل صوت، المروحة الفانة اللي جوه الجهاز نفسه صوتها عالي مزعج، حجمه كبير. لقيت ان الالعاب ما بتشتغلش بكفاءة عالية. كل الحاجات دي كانت عيوب ظهرت اثناء استخدام وطرحه للسوق، فبدأوا ان هم يوقفوا تصنيعه في 2009. الجهاز مواصفاته زي ما قلنا، الهارد في حدود 50 جيجا 80 جيجا، في واي فاي، في يو اس بي، ممكن يتهكر، يعني هو بيشتغل اسطوانات، الالعاب بتشتغل اسطوانات عادي، بس ممكن يتهكر يبقى يشتغل على الهارد ديسك، الالعاب تتحمل على الهارد ديسك الذاكره الداخليه بتاعته. ده مش هتلاقيه كتير موجود في السوق لان هو اتوقف تصنيعه، وان هو العيوب اللي فيه دي كلها خليته ان هو معلوش طلب في السوق. يعني من الكلام كده تفهم ان ده جهاز ده تبعد عنه خالص وما تجيش ناحيته وما تستخدموش وما تحاولش ان انت تشتريه. يعني النوع التاني او الاصدار التاني اللي نزل بعديه على طول كان اصدار البلاي ستيشن السليم. السليم شركة سوني بقى عالجت اللي هو اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، شركة سوني عالجت العيوب اللي فاتت بقى في الاصدار اللي فات في الاصدار ده. علت البروسيسور وعلت الرامات بتاعته، الجهاز ما بيسخنش ولا حاجة، بيشتغل بكفاءة عالية، بتقنية ال اتش دي شغالة، بيعرض الالعاب على الشاشة بتقنية ال اتش دي بكفاءة. الهارد بيوصل مساحته 320 جيجا بايت، ممكن تشتغل بالالعاب اسطوانات وممكن تشتغل هارد ديسك. الحجم بتاعه اصغر شوية من الفات، السعر بتاعه معقول، وده هتلاقيه يعني المواصفات بتاعته زي المواصفات البلاي ستيشن العادية، اليو اس بي شغال، واي فاي شغال، كل الحاجات دي شغالة، يعني مواصفاته كويسة ومعقولة وكويسة وبيشتغل بكفاءة كويسة. الاصدار اللي بعده بقى اللي هو السليم، السوبر سليم. السوبر سليم ده احدث اصدار للبلاي ستيشن 3، زي ما انتم شايفينه كده، الاصغر حجم، اصغر حجم زي ما انتم شايفين، اصغر، اخف، وزنه اخف، المساحة زودوها بقت 500 جيجا، الهارد ديسك بتاعه 500 جيجا، بيشتغل اسطوانات، الاسطوانات بتشتغل من فوق، يعني غيروا المكان بتاع تشغيل الاسطوانات من فوق، الدرج ده بيتسحب كده شمال، تحط الاسطوانة وتقفل عليه تاني.
بيشتغل اسطوانات عادي، بتهكر اشتغل اسطوانات، اشتغل هارد ديسك. طيب يعني نفس طبعا المواصفات اللي فاتت، هي اليو اس بي شغال، الواي فاي شغال، بيدعم تقنية ال اتش دي، الألعاب بتشتغل بكفاءة عالية، بروسيسور بكفاءة عالية، رامات بكفاءة عالية، كل الحاجات دي ما بيسخنش، ما فيش الألعاب، العيوب اللي فات دي كلها متصلحة تماما في السوبر سليم. ودلوقتي نفهم ايه من الكلام ده، نفهم من الكلام ده ان احنا عندنا افضل نوعين. طبعا الفات هنستبعده من الصورة، الفات اصدار الفات ده يستبعد طلعه من الصورة خالص تماما يعني. فيبقى عندنا كده السوبر سليم والسليم. وانا نصيحتي لكم ان انتوا تشتغلوا على السوبر سليم. السوبر سليم اخف في الوزن، شكله يعني اصغر، حجمه اصغر من السليم، واحدث، والمساحه بتاعته اكبر، 500 جيجا، فانت تحمل العاب اكتر بكتير من السليم. فانت يبقى انت السوبر سليم هو يبقى هو ده الهدف بتاعك، وانت تدور عليه هو ان انت تشتري جهاز السوبر سليم اللي قدامك دوت، وده شكله زي ما انت شايف. لو عجبك الفيديو ولو انت استفدت حاجة من الفيديو، اتمنى تدعمنا وتدوس لايك وتشترك في القناة لو الفيديو عجبك، وان شاء الله الفيديو الجديد تستفيد بيه. بس اشترك معنا في القناة عشان تتابعنا ان شاء الله. شكرا.